كابتن ايمن، برحب بيك طبعا وبرحب بضيوفك الكرام نجوم الاستوديو التحليلي، وبرحب بكل مشاهدين قناه النادي الاهلي في كل مكان. الف مبروك، النادي الاهلي قوي، اداء قوي جدا الحقيقه امام اتحاد جده السعودي في بطوله كبيره ومهمه لكل جماهير النادي الاهلي. طبعا من مقر النادي الاهلي فرع مدينه نصر اكيد هناخد اراء الاعضاء بعد المباراه. الف مبروك للنادي الاهلي، شفت النهارده اداء النادي الاهلي امام اتحاد جده ازاي؟ قبل اي حاجه انا ببارك مش للاهلاويه، انا ببارك للشعب المصري كله على الفرحه دي، وبشكر النادي الاهلي السبب دايما في افراح الشعب المصري. اداء النادي الاهلي انه تفوق على نفسه، وكان لو كان قدامه اي فريق كان هيفوز عليه. فاتحاد جده فريق كويس جدا بس وكبير، بس جاله الكبير قوي. فريق النادي الاهلي جبار، فريق النادي الاهلي عالمي، وان شاء الله نكسب يوم الاثنين بطل البرازيل ونوصل النهائي. الف مبروك للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي. الحمد لله على فوز النهارده والتشريف المشرف النهارده. بنشكر اللعيبه، بنشكر مجلس الاداره، بنشكر الجماهير ديت اللي واثقه في لعيبتها. ما بيهمناش احنا بنلعب ضد مين، وعينينا ان شاء الله باذن الله على مركز محترم يليق باسم النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. الحمد لله احنا مبسوطين بالفوز، بس اللي بيراهن على الاهلي ما بيخسرش. الف مبروك لكل جمهور الاهلي. احنا كل الناس قالت ان احنا هنخسر النهارده، كل الناس قالت ان احنا هنخسر النهارده، بس رجاله الاهلي النهارده اثبتوا العكس. الحمد لله، الحمد لله على النتيجه، وببارك للنادي الاهلي وببارك لكابتن محمود الخطيب، وبقول الاهلي راجل راجل راجل. الله اكبر على النادي الاهلي، الله اكبر على النادي الاهلي. اول حاجه مبروك لنا احنا كجمهور للنادي الاهلي، ومبروك للعيبه. مفيش حاجه بتفرحنا غير النادي الاهلي، فخرنا احنا ملوك افريقيا، ملوك الوطن العربي كله. مبروك لينا، مبروك لجمهور الاهلي. طبعا مباراه زي النهارده ما كانتش سهله، كان فيها الفريق الاتحاد فريق كبير، فيه نجوم كتير كبار عالميين، بس الحمد لله باول حاجه كانت ضربه الجزاء كانت حلوه جدا لما اتلعبت وهدتنا شويه، كان عندنا طمانينه. خلص الشوط الاول، الشوط الثاني الاتحاد بدا وعلينا كانوا ضاغطين علينا كويس، بس احنا الحمد لله قدرنا نكسر كده بالجون الثاني والجون الثالث، والحمد لله الشناوي هو مان اوف ذا ماتش من وجهه نظري، والف مبروك للنادي الاهلي. طبعا انا شفت سيطره النادي الاهلي من الشوط، من اول دقيقه في الشوط الاول لحد اخر دقيقه في الشوط الثاني. النادي الاهلي بيتم استثاره شخصيته الحقيقيه ومعدن لعيبه الاهلي الاصلي بيظهر في الماتشات اللي زي دي. اول ما تبتدي فيها ماتشات فيها شحن جماهيري قوي وماتشات بيكون فيها الضوء مسلط عليها بشكل قوي، بتبان شخصيه النادي الاهلي. ده جزء بس من شخصيه النادي الاهلي اللي بيظهر في الماتشات الكبيره اللي زي كده. هو ده النادي الاهلي اللي مسيطر على نادي الاتحاد جده على ارضه وسط جمهوره من الدقيقه الاولى للدقيقه الاخيره. هو ده النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي. طبعا يا كابتن ايمن، واكيد حضرتك شايف يعني الجماهير والاعضاء في كل مكان قد ايه باينه فرحتهم. الف مبروك مره ثانيه للنادي الاهلي، اكيد فوز كبير ومهم، والحقيقه كل النهارده الجماهير هتنام مبسوطه. طبعا دي كانت لقاءاتنا مع الاعضاء هنا يعني في فرع مدينه نصر. بشكرك يا كابتن ايمن وعوده ليك مره ثانيه.